ميسي ينجو من إصابة خطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ميسي ينجو بأعجوبة. ماذا جرى بمواجهة فياريال؟ تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لخشونة زائدة من مانو لاعب فياريال في مباراة الفريقين اليوم الأحد بالمرحلة 32 من الدوري الإسباني، ونجا ميسي من إصابة مروعة بعد أن تدخل المدافع بشكل عنيف على قدم المهاجم الأرجنتيني ما جعله يسقط على الأرض ويصرخ من الألم. وتدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وقام بإسعاف النجم الأرجنتيني الذي تألم كثيرا ثم قام بالركض قبل أن يعود للملعب مرة أخرى، وحصل المدافع على بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخل العنيف على ساق ليونيل ميسي. ووصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2-1 بالمباراة. وارتفع رصيد برشلونة الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن بمبارياته التسعة الأخيرة إلى 71 نقطة من 32 مباراة بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف ريال مدريد صاحب الوصافة الذي خاض 33 مباراة. رعب انتاب جماهير برشلونة حينما سقط ميسي على الأرض، ولكن نجا ميسي من هذه الإصابة. إن شاء الله يرجع يلعب المباريات الثانية على أكمل وجه. ياريت محبين ميسي وبرشلونة يعملوا لنا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.